لقينا واحد المرآب فيه مصارف ديال 16 مليون ديال الدرهم، زعمنا في السنه الاولى رجعنا ل 6 مليون ديال الدرهم، ومن بعد كان رجلي وحتى وصلنا 8 مليون ديال الدرهم، يعني 50% يعني ربحناها. وكثر من ذلك نقول لكم تبتسموا شي شويش، لقينا سيارات مدفونه ملي كنبنيو البيرو ديجان، لقينا سيارات مدفونه ما شافهم حتى شي واحد، وبالارقام ديالهم ملي رجعنا للوثائق كنلقاو كيتخلص الكاربيرون فيها، كيتخلص يعني لي بيس، كيتخلص لاسيورونس ديالها وهي لا تستعمل. هذه غير مثال بسيط. هذيك 82 مليون ديال الدرهم قالت صديقي 80 مليون، هذيك بوحدها تكفي حصيله مشرفه لهذا المجلس. مني تكون قضيه تعرضات ضد الجماعه من 2013 مرفوعه قضيه ضد الجماعه بالاعتداء المادي، ويحكم القضاء ضد الجماعه في الدرجه الاولى ب 57 مليون ديال الدرهم، 5 د الملاير و 700 مليون، وكتمشي للاستئناف بطريقة ماشي راكبة، وغادا تعطى للطرف اللي ربح القضية تعطى خبرة إضافية. والحاصل في التقاضي الناس كيعرفوا باللي هاد القضية استثناء من القاعدة. شكون اللي كيمشي للاستئناف؟ هو الطرف المتضرر. وإلا كانت شي خبرة كتجي الخبرة المضادة، مني جات الخبرة الإضافية عطات للطرف اللي ربح الجماعة في الطرف الأول 82 مليون ديال الدرهم، 8 د الملاير و 200 مليون. جينا عتقنا القضية بثلاث أيام، دخلت المداولة، سيصدر الحكم يوم الخميس. يوم الثلاثاء جبنا محامي من خارج الرباط باش يدير رسالة للسيد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية كيطلب الإخراج من المداولة. عدم يعني تسليم المحاضر للمراقبين ديال الاحزاب السياسيه، وخاصه الحزب ديالنا اللي غطينا ازيد من 668 مكتب تصويت، 668 مكتب تصويت بين فرعي ومركزي، وهذا كان يعني تحدي كبير. الحمد لله توفقنا باش نغطيهم، ولكن للاسف على خلاف الاستحقاقات السابقه اللي كنا كنتوصلوا بها في المحاضر في وقتها فرعيه ومركزيه، هذه الاستحقاقات لم نتوصل الا باقل من الثلث من المحاضر. يعني ان الثلثين ديال المحاضر ما عندكش، ما يمكنش باش تقارن النتائج باش تعطي مصداقيه لهذيك النتائج.